إذا معنا لطفي أبو القاسم كاتب الإقليمي للنقابة المنظمة الديمقراطية للشغل، يعني اللي كانت تواكب يعني العملية ديال هاد كوفيد يعني 19 بالأخص بإحدى الوحدات الصناعية اللي كيشرف عليها يعني هاد المكتب النقابي وكيتابع الحالات ديالها. يمكن تقول لنا كلمة بمناسبة خروج ديال هاد الحالات اللي داخل المعمل. شكرا، شكرا للجميع وشكرا لوسائل الإعلام في المدينة وشكرا للطاقم الطبي وطاقم التمريض ولكل العاملين بالمستشفى الإقليمي لالا مريم. الحقيقة يوم على يوم كيتبين أنه في إطار المنظمة الديمقراطية للشغل كيتبين أنه كتحقق نجاحات في الانتصار على هذا الوباء الخطير، وباء كورونا كوفيد 19. إذا اليوم بالمناسبة ديال خروج 6 عاملات متعافيات من مستشفى لالا مريم، نتمنى للعاملات ولكل المصابين بالإقليم وعلى المستوى الوطني بأن يشملهم أو بأن يتعافوا هم الآخرين. نتمنى أن يزول هذا الوباء، أو تزول هذه المحنة. وفي هذا الإطار لا يمكنني إلا أن أشكر وأبعث بأسمى عبارات الامتنان لكل من ضحى ولكل من ساهم في شفاء هذا المرضى وفي الوقوف معهم وبجانبهم حتى تمت عملية الشفاء. بالنسبة للمنظمة الديمقراطية للشغل، شنو قدمت العاملين والعاملات في ظل الظرفية الحرجة؟ طبعا ما كناش متأثرين منذ أن تم الإعلان عن حالة الحظر بالنسبة للعاملة ديال خيل غوميس، أي منذ انتشار المرض داخل شركة خيل غوميس. قمنا بالعديد من الإجراءات، تابعنا العاملات المرضى، قمنا بمساعدات في العلاقة معهم ومع المستشفى الإقليمي لالا مريم للعرائش. كذلك ساهمنا بدعم العديد من العاملات على مستوى ديال الدعم ديال الاكل، بمعنى الخفه، كنهضروا على الخفه. المنظمه الديمقراطيه للشغل فعلا لم تقف مكتوفه الايدي، بل تابعت هذه المحنه، تابعتها بكل تفاصيلها وبدقة كبيرة، وقدمت يد العون للسلطات المحلية ولكل من طلب منا التدخل. بالنسبة ليوم كنشوفوا